مصافحة بين كفي الرئيس المصري ونظيره التركي كانت كافية لطي صفحة من الخلافات ووضعها في رفوف الماضي، كما وصفها خبراء مصريون وأتراك الذين ذهبوا إلى أن الزيارة تعني بداية فصل جديد في العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، حيث أعرب البلدان عن رغبتهما في التأسيس لمرحلة مختلفة من التعاون، وتشدد على أهمية التركيز على المصالح المشتركة والتوافق بين الجانبين وتجاوز الخلافات السابقة، مع توقعات أن الزيارة ستسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومعالجة العديد من الأزمات في المنطقة مثل الوضع في ليبيا والقضية الفلسطينية. تطوير العلاقات بين مصر وتركيا ليس له تأثير إيجابي فقط على العلاقات الثنائية، وإنما سينعكس أيضاً إيجابياً على الإقليم وعلاقات الدول العربية في الجوار.